دستو وحدو. صحة لك ابني شباب. ما بني شيء طاير عالي ارعسيني خانو. خلصنا من قلبك من الخانو تقبرني. خلصنا يا ابو والله خلصنا. ما بيصير. حسان طمنينا، شو بشري؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. شو ما بتعرف شو بدك تقولي لي؟ انت الداية ولا انا؟ قولي حسان شو بك؟ بها شي وصال؟ مرتك حامل يا ادهم، مرتك حامل. يلا يبشرك بالخير يا حق. بصلاة محمد عم تحكي عن جد؟ والله العظيم حبلي، والله العظيم. دخيل كرمك يا رب، دخيل كرمك يا رب. اسمع يا مو. الله الله الله. سكي يا محسان، ولسه إلك قدم منهم على 3 مرات بس تقوم بالسلامة. الله يرزقك وتقوم بالسلامة وبتملوا هالبيت أولاد. الله يخلينا ياكي، الله يخلينا ياكي يا عم. من قلبي الله يرضى عليك. لا ستي مو بكي، هلا بتشوفي شلون انا بعرف قوام. نعم مرت عمي. تعي تبريني عدي هون. قاعد على الطاولة؟ ايه عدي 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 عدي، بسم الله عليكي. ها ها تعي تبريني، تعي لقدامي، تعي. مبروك روحي، انتي حبل صبي. وشو عرفك؟ شو عرفني؟ ما شفتيني اللي مرشت لها راسها ملح، رفعت راسها لفوق؟ ايه شو يعني؟ يا عليكي شو جد بك؟ الحبلة بس ترشيلي على راسها ملح، ترفع راسها لفوق معناتها ما حصبي، وإذا التفتت على اليمين وعلى اليسار معناتها ما حبنت. ومين قال لك هالحكي هاد؟ جدودنا هالأول. ايوه. لا تتضايقي محسان، الواحد بيتعلم. لا مالي متضايقة، بس لازم روح لأنه عندي ولادي. يلا روحي، الله معك والقلب داعي لك. خاطركم. مع السلامة يا محسان. ولك العين تطقك. قال ملح، قال كنتي خلي الملح عم يداوي كنتك ويخليها تحبل. شو عالايام ادهم، بصير خير. وصال في شغله حبيبتي انتي نسيانتيها ولازم تعمليها. شو هي مرت عمي؟ يو الندر اللي نادرتيه من سنتين. ندر شو يا ابو؟ هي لا على بالها ولا على خاطرها، انا اللي قلت لها ندري، وبتعرف اكبر منك بيوم، اعرف منك بسنين. وشو هالندر هذا بقى يا مو؟ انا قلت لها لويصال اندري اذا حبلتي تاخدي خارو لستنا حرفوشه. مينو هاي بلا صغره حرفوشه؟ يي دستور حرفوشه ما غيرها. مين حرفوشه من كفايه عيلتنا؟ ستك ستك جد مين؟ يهم عليك شو غشيم، هاي وليه من وليات الله الصالحات. اللهم أصلح الحال يا الله. والله ما تواخذيني يا مو، بعمري ماني سمعان فيها. لك ما بدها مين يعرف عليها، هي كل الناس بتعرفها وبتنبح لها. والله يا مو لا تواخذيني، أنا يعني فكرتها ستو لأبي الله يرحمه أو والدتها لستي يعني أمك. ما بعرفها أمي، ما بعرفها. لك ابني هي اللي أبرى عن طريق تقاطع جوخ دار هني عند الكوز المحمد. الكوز المحمص ستنا حرفوشة بيحضي بديني ما عرفته. يسعد صباحك يا مو. صباح النور. وين رايحين من الصبح من غير شاي؟ رايحين نشتري الخروف يا مو اللي بدنا نذبحه لستنا حرفوشة. وانت شو اخذك معها؟ لا لك على السؤال، شلون شو اخذني معها؟ لك انحرمت تروح لحالها على سوق الغنم. معلوم بدها تروح لحالها، بدها تروح تشتري الخروف وتجره لعند اللحام، هيك الندر بده. لك شو هالحكي هذا يا امي، لا تجننيني مشان الله، حرمه بدها تجر خروف. هيك كان الندر بده، مزبوط يا وصال؟ مزبوط مرت عمي مزبوط. لك وصال لا تجننيني. اسكت هلا، الندر لازم يتم مثل ما هو. بنت احمى جارتنا سعديه ندرت انه تروح من بيتها لشامع الاموي حافيه اذا حبلك، قام جوزها منحها، قامت حصرتي قضت كل عمره بوجه الظهر والمفاصل، هذا كله من غضب ستنا شيطعونه. يا حبيبي ومنو هاي شيطعونه بلا صغره؟ يي دستور هاي صالحه من الصالحات. سمعتي لي هالسمعه؟ شيطعونه وصالحه، امي مشان الله حاجه نفختي لي قلبي وجعني راسي. الحاصل
روحي انتي اشتري الخروف وخلصي يلا. لك يا امي. ابن عمي خلص انا بروح بقطع وان شاء الله الامور تتيسر. يلا 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 روحي. لك يا وصال شو شنان. لك شلون لحالة تروح؟ الله معي. لا تتعوي يا ناطرك هون لا ترجعي. روح فوت بقطعك روح روح. ماني فايت عوضي هون بدي استناها برضو الديار. بطني. لك شو صار يا جماعة شو صار؟ لك شو شو صار؟ وقعت المخلوقة من على طولة يا أمو تقني تقني. الحمد لله الحمد لله يا ربي. شوي شوي يا أمو فوتي على وضو طبين ما أوصل على عيني على عيني. تبع الحالك وصار على عين. الحمد لله الحمد لله. الله يسامحك يا مرت عمي. مبسوطة أني وقعت وموجوعة؟ لك لا لك بنتي هاي الوقعة معناتها أنه حبلك سابق. شلون يعني ما فهمت؟ امشي تعي معي تعي تعي على الأوضة تعي. ايه اتركي علي تعي تعي امي تعي 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 بسم الله عليك تعي. شوي شوي ماما شوي شوي على مهلك على مهلك. بسم الله عليك بسم الله عليك. الله يسلم ايديك يا مرحمي. انا قلت لك بدك تجيبي صبي. هاي الوقعة اشارة من عند رب العالمين انه انت بدك تجيبي صبي. كل شيء الله بيبعده خير وبركة. الله يبارك لي فيك وبجوزك يا حا. شرفي شرفي خالتي تفضلي يلا. ايه بس ما قلت لي كيف وقعت؟ يا خالتي صرت عايد لك 100 مرة اتزحلت وطقشت الوقعة هون جنب بطنا. انا خايف يكون البلد صاير له شيء. على هوا كلامك اكلي وقعة مرتبة. ايه؟ يعني وهي باول حملة لنشوف. الله يستر ما ي... الله يستر ما شو؟ ما بعرف. خلينا نشوف اول خلينا نشوف. فوتي فوتي شوفي افتحي دمك على الخير. يا رب يا رب يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيني يا خالتي الحقيني. خير شو صاير معك؟ وقعت روحي وقعت. عم بسألها إلها مو إليك. وقعت من وقتها لهلأ بطني كتير عم يجعني. يا علينا أنت متوهمة كاسة زورات بتروح كل هالوجع. معناتها ليش عم تناديني إذا أنت بدك تعالجي؟ محزان ما نغني عنك روحي. طيب ممكن تتركينا لحالنا مشان اكشف عليها؟ لك انت ابريني هذا شغلك هذا شغلك. يلا اه دنيا. شو يا مو بلاقيك تركتيها لحالها وجيتي؟ ام حسان قالتلي اطلعي لبرا حاكم مرتك تقبرني هالايام عم تستحي مني. من طول عمرها مرتي بتستحي وبتخجل. اي روح روح تضرب انت وياها. ليش هيك عم تحكي عني وعنا؟ شو عملت لك؟ والله بتحبك وبتعزك. اي خزر العيش وبتحبني بتحبني حب الضبع لابنه. اجا ليبوسه وقام عضو من ابنه. حسبي الله ونعم الوكيل. هلا هيك صار الحكي؟ هيك طلع معك؟ ايه هيك صار الحكي. والله والله لو ما حبلت بخليك تتجوز عليها غصب عنك. ايوه الحمد لله رب العالمين. هي حبلت وما تجوزت عليها غصب عني الحمد لله. اي خلاص طمنيني خالتي عن الولد. الولد بألف خير بس لو كنتي واقعه وقعه قويه اكثر شوي كنت خسرتي الولد. بعيد الشر والله طلعت عيوني بالطول وبالعرض اللي حبلت فيه. والله بعرف مشان هيك لازم تديري بالك على حالك وما تتعبي منوب. ان شاء الله. يلا حبيبتي الله يعافيكي رح اطلع شوف حماتك. الله يعطيكي العافية يا حسان. طمنيني وصال طمنيني وريحي لي بالي. شو قالت لك؟ ما بعرف انتي ليش صايرة هيك. عم تفهمي قصدي غلط مع انه انا ما بقصد شي بنوب. يو وانتي شو قومك من تختك؟ انا ما قلت لك ترتاحي؟ ايه بلا بس نسيت قلك على شغلة. خير شو هي؟ خالتي انا صايرة عم يصير معي حرقة و لا 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 هذا معناته الولد عم يطلع شعره. يو ومين قال هالحكي؟ جدودنا أهل أول ما خلوا شي معلو. ولي علينا فلقتينا بجدودنا وأهل أول. إلهي محسن لا تزعلي ولا تعصبي شغلة عادية إنه الواحد ما يعرف شي. لاني زعلانة ولاني معصبة بس هذا الحكي أول مرة بحياتي بسمعه. إيه معلوم ما رح تسمعي إلا مني لأنه أنا حبيبة قلبي ما بشبه حدا
والعلم يلي أخدته من جدودي أهل الحارة بدهم 100 سنة حتى يتعلموا. هيك لكن هاي الحقيقة حبيبة قلبي. أنا لا بلومك ولا بزعل منك، وأنا لو كنت محلي يو لغار مني. شوفي حبيبتي، خلي حماتك تداويكي. ليش؟ لأنه ما شاء الله عنده عقل وفهم بيتوزع على بلد كامل مو بس على الحارة. طولي بالك يا خالتي. ما بدها طولة بال، يلا خاطركم. مع السلامة عيني. مرت عمي تركيا تروح، وأنا هلا بعمل لك ليمون وما بتشوفي إلا وجع بطنك كان وما عدتي حسيتي بشي بنوب. وطبخة المحاشي ما بقى لها شي وبتخلص، بتعودي بتنسي وجعك بعمرك. أنا بورجيكي يا أم أدهم. لك يا أم أدهم، لك أم أدهم الله لا يوفقك إن شاء الله. ولك أنت شو عم تخبصي بهالبنت؟ أنت شو رجعك لحنا؟ بس قلي لي أنت شو رجعك؟ رجعت مشان هالبنت. أوعك أوعك سمى أوعك، شو بتقلك تعملي تعمليها؟ يي بليكي بدك على هالحكي إن شاء الله إلهي. لك عارفي شو عم تحكي ومع مين عم تحكي؟ ولك أنا بعرف شو عم بحكي، بس أنت مالك عرفانة شو عم تخبصني. روحي دبي لسانك العين تطرق، شوفي حالك شو عم تحكي. اسمعي يا بنتي الله يرضى عليكي، ما في مرة حامل وعندها حرقة وبتشرب ليمون. لك هو الليمون يلي بكنن الوجع؟ والله يا حبيبتي الليمون يلي بكنن الوجع. لك يا حبيبتي الحامل ما بصير تشرب قهوة وما بصير تشرب ليمون وما بصير تاكل محاشي يا أم أدهم. حبيبتي لا تردي عليها، هاي ما بتفهم، العين تطرق وها بطقك. ان شاء الله بتطقك انت، ان شاء الله بتطق الف وحده مثلي. لعنهاش على هالحاله. لك بنتي انا قلت اللي عندي وبقى هيك انتو تصطفلوا. ماشي يلا بخاطركم. الله لا يسلم فيكي ولا عظمي، فهمتي؟ خلاص مرت عمو خلاص. تعرفوا يا جماعه انه ام حسان بتغار مني كتير كتير كتير. ليش بقى؟ لأنه أنا أفهم منها. بعدين لعلمكم أنا اللي كنت رح أصير داية الحارة مو هي. قلعلي ليش مرت عمي ما صرتي؟ لأنه عمي كون خلاني أشتغل داية ورحت علمتها لأم حسان كل شي بعرفه أنا وخليتها هي تصير داية. بس يعني شو ما عليها لأنه ما بين معها وطلعت قليلة بايقة. هي بسيطة يا ما بسيطة، لا تحطي ببالك انت، كبري عقلك شو بدك فيها. والله هيك بدي ساوي، بدي كبر عقلي وقيمة من بالي نهائي. وانتي تقبريني بكرة من الصبح بتفيقي بتروحي بتشتري الكبش وبتذبحي مشان ستنا حرفوشة. ايه ايه الله يرضى عليكي. رجعنا لك امي رجعنا. خلص ابن عمي، في نذر انا نادرته ولازم اوفي لو شو من كان. هيك صار اوفي وفيه واعملي اللي بدك يا انت وامي. اللهم لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا يا رب. ويني لا تزعلي، بيزعل يومين ثلاثه بيرضى. المهم ستنا حرفوشه تكون رضياني. شو في؟ شو صاير معي؟ شو يا ابو اللي شو في؟ شوفي ما صار معي شيء وما شفت حدا. يا لامتي عليك، تعي لساعدك. هاتي انا بفكلك. ايوه يلا عمي. موجوعه كثير. بطنك عم يجعك كثير؟ يا لامتي يا لامتي ان شاء الله خير الهي. شرفي خالتي شرفي. يلا اللي كمان وقت نفس الوقت. يا خالتي لا تقليني اللي تفوتي طبنينا مشان الله. مشان الله دخيل اسمك يا الله يا الله يا رب يا رب. ما عاد اعرف شو صار لهالبيت من لما صرنا نجيب سيره ستنا حرفوشه فيه. انتحس فرد نحسي. سلامه قلبك يا حبيبتي سلامه قلبك. خير خير خير. قولي لي شو في؟ حقيني يا خالتي موجوعه كثير. شو صار معك؟ كنت عم جر الخروف مشان اذبحه وهرب مني. بس شو بس؟ ممكن تتركينا لحالنا؟ انتي كل ما شفتيني بتقولي لي تتركينا لحالنا؟ شو بك استعنت عليكي بالله؟ قلت لك بدي اكشف عليها. اكشفي.
كملي لي. شو ام حسان؟ طمنينا. احكي. العوض بسلامتكم. مرتك سقطت الولد لأن جرت الخروف ووقعت. ولا يهمك انتي وحياة عيونك ونذرنا علي إن حبلتي مرة تانية لأخذك لعن ستنا غندورة. هي غندورة أقوى من حرفوشة وتبح لك كبشة هنيك والله. ولك والله والله نذرا علي إذا برجع بسمع كلامك أنا ولا مرتي لا أقطع أداني وزدت للكلاب. إيشو مجنون أنا؟ بعده هيك من طريقي. يو ابني ليش انطمز من غير شر؟